فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قيام الرجل بتأجير النخل الموجود في مزرعته؟ تأجيره لا بأس، تأجير الشجر، تأجير الشجر بجزء مما يخرج منه أو بدراهم لا بأس بذلك، إلا إن كان إنه احتيال على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بعضهم يحتال بالأجرة، هذا لا يجوز. نعم، لما قيل له إنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه راح يستأجر الشجرة لأجل يحتال على بيع ما لم يبدو صلاحه، هذا لا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.